ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض طريقه سلق البط من غير زفاره خالص، وطريقه تحميره جميله جدا وسهله وبسيطه. يلا نشوف ازاي عملنا البطه، سلقناها وخدنا منها احلى شوربه، وطريقه تحمير سهله جدا وجميله. يلا بينا نبدا الوصفه. يلا بينا نشوف ازاي هنسلق البطه بتاعتنا بسلقه نظيفه جدا وكويسه او من غير زفاره، وهنحمرها بطريقه حلوه قوي نفس اللي احنا بنشوفها في المطاعم. هنعمل ايه؟ اول حاجه جبنا البطه بتاعتنا الوزن اللي احنا عايزينه، غسلناها كويس قوي بالدقيق والليمون والملح تحت الميه، ونضفناها من اي حاجه فيها، لو فيها شعر او فيها اي حاجه مش كويسه كل ده نضفناه. طبعا احنا في الشوربه ما بنحطش الكبده بتاعتها عشان ما تبوظش الشوربه بتاعتنا. هنيجي بقى في اهم خطوه، ان احنا بنغلي معانا ميه على البوتاجاز، واول ما تغلي معايا كويس قوي اروح واخده البطه بتاعتي واروح نازله فيها بالايه، بالميه. اهي الميه بتاعتنا بتغلي، وهنزل بيها في الايه، بالبطه بتاعتي كده اهو. اهي بصوا الميه بتغلي اهي معانا وغطت البطه كلها. المرحله دي بقى احنا مش هنضيف اي حاجه، ولا اي نوع بهارات، ولا اي خضار، ولا اي حاجه، غير لما اتاكد ان الميه خلاص كده غليت قوي وكويس. وبعد كده طلعت بقى الزفاره كلها فوق، اروح انا لماها واروح نازله بقى بالخضار والبهارات بتاعتها. احنا بقى هنسيبها تغلي، واول ما هلم الزفاره بتاعتها وانضف الشوربه خالص من الزفاره اللي هتطلع فوق، هنشوف بقى هننزل ايه بقى بالخضار بتاعنا في الشوربه، وايه هي البهارات بتاعتها. بصوا البطه بتاعتنا اهي غليت، بصوا ده بقى اللي انا بقول عليه، الزفاره دي شايفينها، دي كلها بقى اللي هي بتسبب زفاره الشوربه وتخليها معانا مش حلوه. احنا هنرفعها كلها بقى كده من عليها لحد ما انضف الشوربه بتاعتي خالص من الريم ده كله. اهي الزفاره دي كلها مش مستحبه خالص في الاكل، اهي نلمها كويس قوي. اهي هنشيل بقى كل الزفاره دي كده اهي. اهي بصوا الشوربه بتاعتنا مبقاش فيها اي حاجه اهي. اهي نضفناها خالص من كل اللي فيها. بصوا بقى اللي طلع معانا الزفاره ازاي، ده كله مش كويس. هنشيل بقى كل ده كده، شلناه خلاص اهو ونضفنا الشوربه منه اهي. اي حاجه انا حاسه ان هي برضو لسه فيها اروح شايلاها كده اهو، يعني حاسه ان هنا لسه فيه اهو اشيلها اهي. هنيجي بقى في الخطوة التانية بقى واللي هي المهمة. احنا بقى في المرحلة دي هننزل ايه بقى في الشوربة بتاعتنا عشان تبقى بقى ريحتها جميلة وطعمها جميل جدا. معانا الطبق ده اهو، الطبق بتاعنا فيه ايه بقى، مكعب مرق الدجاج، ورق لورا، نص معلقة صغيرة من السكر، بصلاية، فصين حبهان، فلفل حصى، جزراية، طماطماية. طبعا احنا متفقين طبعا في كل سلق ان احنا ما بنستعملش اي بهارات بودرة في الشوربة عشان ما تبوظهاش مننا. يعني الفلفل لازم يبقى معايا فلفل اسود حصى، ما ينفعش احط بودرة، اي نوع بودرة مش هينفع في الشوربة. هنيجي بقى دلوقتي في البطة بتاعتنا وننزل بيها بقى في كل الحاجات دي. اهي مكعب المرقة، هننزل بالطماطماية، وهننزل بالجزرة، وهننزل بالورق اللورا بتاعنا، والبصله، كل بقى الحبهان والايه والسكر. اخر حاجه هنزل بيها لما البطه تستوي بنسبه 90% كده اروح نازله بقى بالملح اخر حاجه. ليه؟ لان الملح بيبطئ عمليه التسويه، ما ينفعش انزل بيه دلوقتي. بصوا اهي الشوربه بتاعتنا نظيفه ما فيهاش اي حاجه، اهي كل الخضار ده بقى هيعمل بقى يغلي في الشوربه وهيدي شوربه روعه وريحتها جميله جدا. احنا بقى هنسيب البطه بقى تستوي كده مع نفسها بقى كده على النار، واول ما تيجي تستوي شويه بقى هوريكم شكلها عامل ازاي والشوربه عامله ازاي معانا. بصوا البطه بتاعتنا اهي، الشوربه بتاعتها زي الفل جميله خالص اهي. بصوا ولا في زفاره ولا في ريمه ولا في اي، والحله بتاعتنا في منتهى النظافه، والريحه بقى جنان. بصوا شايفين جميله جدا ونضيفه جدا وما فيهاش اي حاجه، الشوربه زي الفل جاهزه على ان انا استعملها خلاص كده في الايه، في الوصفات اللي انا بقى عايزه اطلعها من الشوربه. هنيجي بقى دلوقتي، بص طبعا انا
بصوا شايفين انا فتحتها زي كده عشان اتاكد ان هي خلاص استوت وخلاص بطلت ان هي، لو هي شكتها كده وطلعت معايا دم تبقى لسه برضو نيه، لكن هو بصوا اكبر دليل ان هي نظيفه اهي، طلعتش معايا اي حاجه. في المرحله دي بقى هننزل بالملح بتاعنا اهي، حوالي معلقه كبيره كده، معلقه ونص كبير كبار من الملح، وهنقلبها اهي زي الفل، جميله جدا وجاهزه معانا اهي. احنا بقى في المرحله دي هنسيبها 5 دقايق كمان، وبعد كده اروح بقى اطفي عليها واطلعها بقى في الصينيه، ونيجي بقى مع بعض نشوف ايه هي خطوه التحمير بتاعه البطه بتاعتي. ده شكل البطه بتاعتنا اهي، بعد ما طلعناها من الشوربه صفيناها خالص، هنيجي بقى لخطوه التحمير بتاعتها. اول حاجه هرش البطه بتاعتي رشه بسيطه من الملح اهي، وهنرش بقى فلفل اسود، وهنيجي بقى نمسك طماطمايه قطعها نصين وهدعكها في البطه كلها. ليه بقى؟ بتديها لون احمر كده جميل قوي في الشوايه، وبتخلي طعمها جميل جدا اهي. هدعك بيها البطه كلها، نقلبها الناحيه التانيه اهي. الطماطم بتنزل عصير كده لوحده كده ميه، فدي بتدي تحميل حلو قوي في الشوايه وبتبقى جميله اهي. دعكنا بيها البطه كلها كده اهي. وهنيجي بقى اخر حاجه بقى خالص، معلقه سمنه كبيره بقى كده، ونروح نازلين بيها دهنين بيها البطه بتاعتنا كلها. متقلقوش، البطه السمنه دي كلها هتتصفى، مش هتدخل جوه البطه ولا اي حاجه، بس هي دي اللي بتدي اللون الذهبي وتحمرها لي جميله كده كاني قلتها، هيبقى لونها جميل جدا وشكلها حلو قوي اهي. هندهنها بالسمنه كويس قوي على الظهر وعلى البطن اهي، كل حته فيها ندهنها كويس خالص اهي. اهي كده بقت جاهزه معايا ان انا احطها تحت الشوايه. انا بقى ادخلها في الشوايه ونرجع تاني نشوف شكلها بقى عامل ازاي بعد ما اتحمرت. اهي شكل البطة بتاعتنا بعد ما حمرناها وخدت اللون الذهبي الجميل اهو في الشواية. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وجربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم فيها في التعليقات، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي.